تواصل البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة عملها على مدار الساعة لتقديم الخدمات الطبية والوقائية وإجراء المسحات لاكتشاف فيروس كورونا، وذلك للراغبين والعائدين إلى أرض الوطن كأحد الإجراءات الاحترازية لعودتهم سالمين آمنين إلى أرض الوطن. يتواصل العمل بعيادات البعثة الطبية المصرية كافة وعلى مدار الساعة لاستقبال ضيوف الرحمن حتى موعد عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم أينما كانوا، إضافة إلى فرق الطب الوقائي التي تجوب غرف الحجاج المصريين بالفنادق لتقديم التوعية اللازمة لهم قبيل المغادرة. حوالي 23 ألف تردد على العيادات. طبعا بنتابع كمان الحالات المنومة في المستشفيات. لحد دلوقتي احنا في عندنا باقي 6 حالات موجودين في المستشفيات، حالتهم كلهم مستقرة. كان في واحدة من 6 حالات دي اللي كانت حالتها حرجة، ودي عملت عملية قلب مفتوح أول امبارح وخرجت من الرعاية امبارح وفي غرفة عادية. احنا بنعدي على كل الحجاج في الغرف بتاعتهم وفي أماكن تجمعهم جوه الفنادق عشان نوعيهم بأهمية ان هم لازم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية. خدنا بيانات كل الحجاج وعناوين إقامتهم في مصر وتليفوناتهم، وتم توزيع كل البيانات ديت على جميع المحافظات 27 محافظة، كل محافظة الحجاج اللي هم منها، عشان فريق الطب الوقائي يتابع الحجاج دول بعد وصولهم إن شاء الله لمدة 14 يوم. كما تقوم فرق الطب الوقائي بتوزيع أدوية ومستلزمات طبية وماسكات لضيوف الرحمن بأماكن إقامتهم بالأراضي المقدسة وتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض المعدية وبخاصة فيروس كورونا. مرينا عليهم قبل كده، والنهارده استكمالا لكل الاجراءات دي بنديهم ماسكات وبنعرفهم نستخدموها امتى وفين، وان شاء الله في مطار القاهره في مساحات طبيه نوهنا عنها وعرفناهم بحيث ان هم يعملوها يطمنوا بيها على نفسهم قبل ما يوصلوا بيتهم بالسلام. كانت استجابه رائعه من الناس يعني. لامتداد الاجراءات الوقائيه للمحافظه على الحجاج، ان احنا دلوقتي بننزل عليهم ماسكات N95 بحيث ان يلتزموا بها في الاجراءات الوقائيه، كمان بنديهم الاجراءات الوقائيه بعد ما يرجعوا لمصر ان شاء الله في مساحات بتعمل في المطارات، ده عشان يطمنوا عليهم قبل ما يرجعوا لأهاليهم. ضيوف الرحمن أثنوا على ما تقوم به البعثة الطبية من خدمات طبية ووقائية طوال الرحلة المقدسة. لا، ناس بصراحة كويسة جدا، عرفت أي حد تعبان بيشوفوه بيدلوا علاج على طول، فالحمد لله ويا رب تتكرر تاني. جينا العيادات وكل حاجة موجودة والدكاترة قاموا بأحلى واجب وكل حاجة متوفرة. الماسكات والأدوية يعني تعبت مثلا في تعبت والدنيا أدوية. البعثة الطبية أنا كنت أنزل تحت دكتور يتابع، كنت بس العلاج اللي أنا بحتاجه كنت بنزل باخده. كنت ما عندي مثلا زوجتي كانت بتنزل برضه، كان في الساعة 1 الساعة 12 الساعة 11 في أي وقت كانت بتلاقي أي حد تحت في البعثة الطبية بيديها العلاج اللي هو اللي هي عايزاه، كان فيه اهتمام من البعثة الطبية. البعثة الطبية بصراحة ما فيش أي قصور من ناحيتها، الأدوية كلها متوفرة والدكاترة ممتازين والمعاملة كويسة جدا جدا. والله البعثة الطبية ما أخرتش علينا أي حاجة بصراحة، أن ما حد كان يروح هناك الناس كانت بتتفانى في خدمتنا، وبصراحة كانوا بيدونا أحسن دواء. الصحة بقى حقيقي يعني مجهودها كان واضح، استقبلتنا استقبال كويس، أما تعبنا حقيقي قدموا لنا كل الخدمات الطبية، ما تأخروش علينا حقيقي سواء هنا أو في عرفة أو في منى بمنتهى الأمانة يعني، بنشكرهم على المجهود اللي هم عليه، تحية لكل الأطباء بتاع وزارة الصحة، نشكركم جميعا. شكرا لك. الخدمات التشخيصية والعلاجية بل والوقائية التي قدمتها البعثة الطبية المصرية هنا على أرض الواقع أضفت أجواء روحانية لمسها ضيوف الرحمن داعين الله بالمغفرة والقبول. محمد حلمي، التلفزيون المصري. يواصل مطار القاهرة الدولي استقبال رحلات الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام. يأتي ذلك وسط تجهيزات خاصة وتسهيلات من قبل الشركة الوطنية مصر للطيران وسلطات مطار القاهرة الدولي، وتحديدا داخل الصالة الموسمية لإنهاء وتيسير إجراءات وصول حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة.